مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، بوتين وترامب وافقا على بيان مشترك بشأن سوريا وتوحيد الجهود للقضاء على داعش. القوات العراقية تستعد لاقتحام راوة ورمانة خلال ساعات لتحريرهما من احتلال داعش. التحالف العربي بقيادة السعودية يرفع الحظر عن مطاري عدن وسيئون بدءا من الأحد. في أخبارنا المنوعة، الأمم المتحدة تدعو لإجلاء فوري ل 435 مريضا من الغوطة الشرقية. دراسة بريطانية تقول إن انخفاض مستويات الفوسفات في الدم يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب. السويد تهزم إيطاليا في الملحق المؤهل لمونديال روسيا بهدف لصفر. حارسة مرمى المنتخب الأمريكي هوب سولو تتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سابقا جوزيف بلاتر بالتحرش بها خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد في يناير 2013.